حسين. يا غريب ينادي المنادي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تعبر المحشر، تزف على أبراق من نور يزفها من أطرافها 280,000 ملك، 70,000 عن يمينها وسبعون ألف عن شمالها وسبعون ألف أمامها وسبعون ألف خلفها، يغضون أبصارهم نور الزهراء تزهر لأهل السماوات والأرض، تعبر المحشر تصل إلى باب الجنة تنظر نظرة خلفها، يقول الله سبحانه وتعالى: أمتي فاطمة ادخل الجنة أبقي لك حاجة؟ تقول: إلهي أريد أن يعرف قدري، أهل الدنيا ما عرفوا قدر الزهراء، أهل الدنيا ظلموا الزهراء، أهل الدنيا غصبوا حق الزهراء، أهل الدنيا كسروا ضلع الزهراء، أهل الدنيا عصروها بين الحائط والباب. أي أبان أبان، أهل الدنيا ماذا صنعوا بابنة رسول الله؟ يقول ذلك الرجل: لما عرفت فاطمة محصورة بين الحائط والباب أعطيت ظهري إلى الباب ووضعت يدي على العتبة وعصرتها عصرا. سمعت صوت تكسر أضلاعها، رحم الله من نادى وفاطمة حينها صاحت: أبا يا رسول الله، أبا هكذا يصنع بوديعتك؟ أبا هكذا يصنع بحبيبتك؟ تقول فضة فتحت عينيها، الدماء تسيل من ضلعها، يا وقد أسقطت جنينها، صاحت: يا فضة، أين ابن عمي علي؟ قلت: سيدتي أخذوه، أخذوه إلى سقيفتهم. ركضت خلفه نسيت جنينها ودماؤها تتقاطر على الأرض. أي خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأدعو للإله شجوني، أي وأدعو للإله شجوني. الزهراء تحب ونتكم يا مؤمنين. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله